في الحديدة شددت قواعد المؤتمر في الدائرة 172 في الحسينية في مديرية بيت الفقيه في أمسية رمضانية أقامها فرع المؤتمر، شددت على أهمية الحفاظ على الوطن والتصدي لكل المؤامرات التي تسعى للنيل منه. هنا في بلاد الزرانيق وبالتحديد في الحسينية بمديرية بيت الفقيه، رجال المؤتمر بالدائرة 172 ينظمون أمسية رمضانية، وذلك لتفعيل العمل التنظيمي وللتأكيد على تمسكهم بحزبهم المؤتمر الشعبي العام الذي يفخرون بانتمائهم له كونه حزب الوسطية والاعتدال. إن للمؤتمر دور رائد في قيادة هذا الوطن العظيم، إننا نقف على أرض صلبة وسماء عالية هي سقف أمنياتنا وتحدينا لهذا العدو الغاشم. إن صلابة هذه الأرض تذكرنا بقول الشاعر: كلما يمضي عظيم خلفه نمضي ولا خلف لنا. الحفاظ على المؤتمر الشعبي العام هو الحفاظ على الوطن، فالمؤتمر هو من بنى هذا الوطن، فالمنجزات شاهدة على ذلك في كل المجالات، وتحققت على يد الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام، ولا ينكرها إلا حاقد أو حاسد. المؤتمر الشعبي العام بل السد معرف، أنت أخرج البترول، بل الطرقات، بل المشاريع، بل المستشفيات، بل الإنسان كحر يمارس كل حرياته، لا قيود عليه. كان لا يوجد معتقلا ولا سجين سياسي داخل السجون اليمنية. ها هي الحديدة ومديريتها تثبت يوما بعد آخر بأن أبناءها سيظلون أوفياء مع حزبهم وقائدهم. وما هذا الحراك التنظيمي المستمر في كافة المديريات والدوائر إلا دليل واضح بأن الحديدة كانت ولا زالت محافظة مؤتمرية لا يقبل أبناؤها الانتماء إلى أي حزب آخر. عرفت مكي، اليمن اليوم، الحديدة.